علشان كده قرروا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي في الري بالتنقيط واستخدام الاساليب والاليات الحديثه اللي حبايبنا لما شافوهم قالوا ده ذكاء اصطناعي او خيال علمي. المهم يا شريكي، اخواننا في الجزائر عاوزين يضاعفوا الكميه ويوصلوا للاكتفاء الذاتي في 2027-2028. اما فيش سوليوشنز فمصنفه الجزائر القوه الزراعيه الثالثه في افريقيا بعد نيجيريا ومصر، وبيجي في المركز الرابع اثيوبيا، والخامس جنوب افريقيا، والسادس الجماعه بتوع الذكاء الاصطناعي. ده غير انه الجزائر في الشهر الجاري شهر ماي وافقت وهتمضي على تاني اكبر مشروع زراعي في الجزائر، واللي هيزرعوا فيه القمح والبذور على مساحه 36000 هكتار، ده طبعا في ولايه اضرار وتجرد، وطبعا بوسائل التنقيط الحديثه والاليات والاساليب الزراعيه. نقل وتجميع المحصول. مشاهدين، نحن في ترندينج، سألنا قناة ميديا وان عن الدليل الذي استنتجوا من خلاله أن فيديو التلفزيون العمومي الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي، لكن لم يصلنا أي رد حتى الآن.